حالة غضب يشهدها تويتر الخليجي عبر هاشتاغ بعنوان وجدي غنيم يتطاول على خادم الحرمين، بعد تصريح له عبر قناة رابعة الإخوانية بأن ملك السعودية لم ينصر الإسلام أبداً. للأسف يا شيخ وجدي، أصبحت تقدم مصلحة حزبك على مصلحة وطنك، والآن تهاجم العاهل السعودي. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. على أساس أن وجدي غنيم راح ينصر الإسلام، هنا يقول قضيتنا الكرسي وليست المساجد. اللهم آمين. الحقيقة أنا أحب دايما أكون صريح عشان الأمور تبقى واضحة، يعني القضية الأساسية الرئيسية بتاعتنا دلوقتي لا هي قضية المساجد ولا قضية البوستر، قضية رجوع الشرعية. وإلى جدل آخر حول الداعية محمد العريفي، بعد أن اتهمته صحيفة ديلي ميل البريطانية بتحريض عدد من الشباب البريطاني للانضمام إلى جماعات قتالية، ليرد مؤيدوه بمهاجمة الصحيفة البريطانية العالمية باعتبار أنها تبحث عن الشهرة على حساب العريفي، فأطلق المغاردون تساؤلاً: مو أيام الأخوان كنت تطالب بالجهاد؟ والحين صرت تقاضي اللي يقول عنك طالبت بالجهاد؟ وفي تويتر الإماراتي يتفاعل مئات المغاردين بالدعوات بالرحمة والمغفرة لطالبة توفيت بعد إنهائها اختبارات الثانوية العامة بالقسم العلمي أمس، حسب ما أظهر هاشتاغ خاص أطلقه المغاردون باسمها دون أي تفاصيل أخرى، إلا أن الهاشتاغ تصدر قائمة موضوعات الإمارات الأكثر تفاعلاً عبر تويتر في الساعات الماضية. انتهت البارحة من اختبارها الدنيوي، واليوم رحلت لتؤدي اختباراً آخر، نسأل الله أن يثبتها ويرحمها. وفي تويتر المصري تفاعل المغاردون مع مبادرة رئيسهم عبد الفتاح السيسي بالتبرع بنصف مرتبه لصالح البلاد، فأطلقوا هاشتاغ عبروا خلاله عن رغبتهم بالتبرع مثله، مقترحين تخصيص أرقام من شركات الاتصالات لتسهيل التبرع لمختلف الفئات العمرية. وإلى جدل في تويتر السعودية بعد اقتراح معاقبة المجاهرين بالإفطار في رمضان بتغسيل الموتى بدلاً من السجن أو الجلد، فأطلق المغاردون هاشتاغاً خاصاً متداولين آراءهم بين مؤيد ومستنكر. تغسيل الموتى عقوبة للمجاهرين بالإفطار أحسن قرار، يا كثر الشباب اللي يفطرون دون عذر، قلة حياة بصراحة. لا يجوز أي شخص أن يغسل موتى المسلمين، فكيف بشخص لا يصوم؟ وين حرمتوا حقوق الموتى حتى يغسلهم مجاهر بالفطر في رمضان بدل أن يغسلهم مؤمن تقي يعرف حقوق الميت؟ وإلى الدراسة التي استفزت المغاردات عبر هاشتاغ بعنوان الرجال أكثر عطفاً من النساء. الرجال أكثر عطفاً من النساء، من أكذب ما قرأت. الرجال أكثر عطفاً من النساء، في أحلامكم فقط، لن يصل لعطف المرأة ولا يقارن به. الرجال أكثر عطفاً من النساء، على النساء. وأخيراً إلى هاشتاغ مبتكر بعنوان قصة الكلمات الخمس، يحكي فيه المغاردون قصة لا تتعدى الخمس كلمات، أو يصفون فيه مشاهد من الحياة. قصة الكلمات الخمس: فتى فتن في فتاة فتاه، غريب فصديق فأخ فحبيب فغريب، تخيلوه حبا فكان مجرد وهم، احتلوا فلسطين وتشتتوا بالمهجر أهلها، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر.